حلقة اليوم بدت بداية روتينية لحد ما انقلبت الأدوار. يقعدوا مساويين بالأعزاء الكبار السيارات الباين إن الأبلة ابتسام ما عاش حابة المسابقة. أنت بتخسريها اليوم ولا شنو؟ خليها تخسر عيت منك. فيديو مؤثر جدا وصل للبرنامج لوحدة من المتسابقات. جانا مسج أو رسالة من ليبيا بكم تشوفوها. بنتك شكلك أما تحكيم المشتركات كان مزعج جدا للأمهات. طلعتها مش جيب لأخواتي قلت هالك أنا نبي نطلع أنا. الأمر وصل لحد التشكيك. دبلة تعتني في سونية تانية هكي معناها تشكيك في فريق البرنامج. لا لا, لا مش فريق البرنامج. زعمة من الأم اللي خسرت بنتها وشن اللي خلى أغلب العائلات تنزل كل هالدموع. الورد والفل والياسمين عليكم صحة فطوركم. حلقة جديدة, حلقة اللي ما قبل الأخيرة من برنامج عائلتنا أقوى. راح نشوفوا التحديات لليوم كيف راح تكون. أنا متأكدة أن اليوم راح يكون صعب على المشتركات. أكيد 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 حيكون يوم ساخن مش عادي بكم. أنت مبسوط؟ معنا. ركزوا معنا على الأمهات. مبسوط أنت اليوم؟ هذا جو متاع عينيه. هو هذا جو متاع عينيه. أنا لنا حاجتين, يا تأكل يا تنزل فيهم. واثنين هادو ماشيين معك. ماشيين معايا يعني ما عنديش مشكله. انت ريتي هلف لا حول ولا قوه. الله اعلم من العيله اللي راح تتوج السنه هذه وتاخذ لقب عائلتنا اقوى. لا قربت الحكايه, قربت الحكايه. مازال حلقه واحده بس ونشوفوا معانا انتم شو بيصير تو. خلينا نبدو رحب العائلات. يا اخي هيا يلا نرحب العائلات. ما بقول نطلع لك. نبدو بأول عائلة من الزاوية, عائلة البشتي فدوى وأمها زين. عائلة البشتي صح فطوركم. صح فطوركم. ما شاء الله حيوية ونشاط وطاقة. أكيد أكيد إيجابية. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله ديما طول الحلقة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ومن تورغة عائلة عون نرجس وأمها ابتسام. عائلة عون كان الله في عونكم. صح فطوركم. صح فطوركم. ومن مسراتة عائلة المنقوش مودة وأمها مها. منقوش إن شاء الله. اليوم بدنا بنقشها. اليوم بدنا بنقشها. ومن زوارة عائلة القمودي نيروز وأمها مريم. قمودي أيوة قمودي. صح فطوركم. صح فطوركم. شنو الجو يا حواجة؟ ماشي الأمور ولا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلم صحة فطوركم جميعا. جاهزين لتحدي اليوم؟ اكيد جاهزين. خيركم اليوم حسيتكم شويه مهبين. لا لا المفروض تكونوا انرجي اكثر اليوم. تحسبوا فعلا حس فيكم تحسبوا فعلا. كل ما تقرب كل ما تقرب كل ما ديما لما يجي الامتحان النهائي الواحد يبدا يرعش. طبعا طبعا وحاسبينها تو انتم. والله حاسبين. والله شنو قداش دعيتوا مره وقداش الحاجات سبحوا وداروا البارحة. شوف ولا يا رب. ان شاء الله سيدي ان شاء الله بالتوفيق كله. ان شاء الله تقريبا الحلقه النهائيه قربت. يعني اليوم عزمكم وتركيزكم مطلوب. لازم نركزوا اليوم. اللي حابه تقعد وتاخذ اللقب لازم تركز حلقه اليوم. ان شاء الله ان شاء الله. لان الحصانه انتهت. يوك ما فيش اي شيء استثنائي. ما فيش تم انه يخليكم تستمروا معنا الا جهدكم وتركيزكم. ان شاء الله. وشويه دعوات ان شاء الله ربي يوفقهم. قبل ابتسام شنو الشيخ غادي اليوم؟ شنو الشيخ؟ ما لقيتهاش قد ما خبطت عليه ما هناك. والله مقفل داير روح. ونحب نقول لكم انه حتى وسائل المساعده تقريبا في الحلقه هذه من الحلقه هذه راح تنتهي. التغت يعني زي ما قلت لكم جهدكم تركيزكم هو اللي حيخليكم تمشوا الحلقه الاخيره. زعلوت الخطر حولناها خلاص.
خلينا يا استاذ خالد نذكره بجوائز البرنامج. عندنا شاشة مقدمة من شركة البديل 75 بوصة، أيضا آيفون 13 برو مقدم من شركة البديل، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي مبلغ كاش 20,000 دينار مقدم من شركة الأصالة للأتات، إضافة ل 10,000 دينار مقدمة من قناة ليبيا الأحرار. وأيضا عندنا 10 جوائز مقدمة من شركة جيجا، 9 جوائز نت اشتراك لمدة 6 شهور مع التركيب والمعدات. العائلة الفائزة أو اللي رح تاخذ لقب عائلتنا أقوى رح يكون عندها اشتراك من شركة جيجا لمدة سنة، وهيك شركة جيجا تشجع فيكم تفتحوا الانترنت وتعلموا وصل وتعلموا وصل نبيكم زي الحاجة بلبولة بالضبط إن شاء الله عد جيجا وسنة مما زال بيسكر فمه تو لا تو اليوتيوب على حسابهم أو أنا عندكم كل شيء طبعا لكن يعتمد عليه حلقة اليوم ان شاء الله طبعا اليوم ما فيش مكون سري تقدروا تكشفوا على الوصفات اللي قدامكم نحاولوا بس نرتبوا نحو لو في سلفر تمام حاجه والبنات طبعا حتسجلوا المقادير وحاولوا ما تمسوش لا مكونات ولا المريول خليهم يروز مكونات زي ما هم بس سجلوا المقادير والمريول خلوهم طبق تمام بس مذكراتكم يا بنات والبيروات معي كعك مزهر يلا نيروز كعك مزهر باي احنا ديما متعودين ديما في مكون سري شو توقعاتكم الوصفة كعك مزهر كعك الجلجلان انتي كعك الجلجلان كعك الجلجلان كعك مزهر هو كعك نفسه كعك الجلجلان لا فيها عسل فيها عسل لا لا حاجه معسله كعك معسل حاجه لا معسل قولي وحددي كعك معسل حلو هو الجلجلان معسل اللي سميتوهم كلهم لا للاسف انتم كعك وانتم بشتي على اساس كعك مزهر حتى انتم كعكوا شويه بس ما فيش حد جاب الوصفة ما فيش حد جاب بما ان ما فيش وسائل مساعدة شوفوا هي اشوفك بتساعدني حاجة نديروا فيها اللي تعرفها اللي مش تجاوب تدير الجرس تمام عزايزنا يزبطوا نديروا فيها قرب العيد لما بيجروا بالعيد العيد الصغيرة تحديدا مقروض لك شفتي تفطير ولا حاجة زي هذا شني مقروض مقروض ولا معمول لا مش معمول ما فيش واحدة بس حدد مودة شني قبل ابتسام شو قلتي؟ لما قريب يقرب العيد تفكروا في الحاجات الحلويات دي مشهوره بها طرابلس اكثر من اي منطقه ثانيه دبلة دبلة برافو عليك المنقوش زبطتها قال دبلة صح لكن اليوم الدبلة راح تكون على الطريقه الزمنيه بدون اي الات يعني ما فيش ماكينه في مجهود شي مجهود رقيقه قلت لك شو ريحوا العجينه وفردوها يا بلا ابتسام يا بلا ابتسام عندك دقيقتين بعدين تقولي لها فيهم كل شيء هذا على شو وصفه سهله وصفه سهله بس الفكره نحن مش طالبين قطع كبير قطع او كميات كبيره 6 قطع بس كل وحده ماكينتها كيف لا 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 غير ماكينه شوكه شوكه زمان وعزايزنا يديروا فيها بايديهم دقيقه بس شوكه حاجه حاجه تعرفها ولا ودرتها يا سلام حوجة تعرفها ودرتها ما نتقنش فيها راهو هذا الاتزان انت حوجة تعرفها ودرتها عمري درتها والله يا بيات تاكلي بس حلو خدمتها خدمتها انا لكن ناسيتها لكن دايتها بالماكينة درتها حلو انا معظم الا ديك تاكل بس يلا هاي هاي اخركم مصدومين اكتبوا معي اكتب ماما عادي هاي يب اكتب ماما عادي المقادير المهم هاي انت دايتك شوف فيها توجع فيك شكل هاي اكتب لا مش الامهات يكتبوا البنات البنات هاي نمشوا لمقادير وصفتنا لليوم الدبلة نص كوب مية عطر دحية كاملة بياض بيضة ملعقة صغيرة فانيليا ربع ملعقة صغيرة خل ملعقتين كبار زبدة درجة حرارة الغرفة رشة ملح دقيق ما يعجنها يعني نحن نسمي لكم تقريبا ماكسيموم 3 طواسي تقريبا الدقيق ملعقة صغيرة بيكنج بودر ساعة
زيت للقلي، عسل عندكم واتي باش تعسلوها، وللتزيين راح تستخدموا جلجلان طريقة الزمنية. الزمنية حلو. ونحاول نحن طبعا الجلجلان تحمسوه شويه في الطاوه، تمام؟ لانه هو ني مش محمس، تحمسوه شويه بعدين تزينوا به. ركزوا، الجلجلان يتحمس. والعجينه ضروري اقل حاجه ما تخلوها 15 دقيقه ترتاح قبل ما تفردوها، 15 دقيقه ترتاح قبل الفرد والقلي، تمام؟ مقادير واضحه؟ سهل رح يعطيكم بالتوفيق يا ماما. خلنا نعطوهم دقيقتين قبل مره عشان مده التحدي. هاي هاي توشوشك شويه. خذوا دقيقتين اول ما تسمعوا صفاره الاستاذ خالد تبدوا التشاور. التشاور فقط، ما نمسوش لا مقادير ولا دوليب ولا مرايل ولا اي حاجه، تسمعوا فيها بس تشاور دقيقتين، بس تشاور مع امهاتكم فقط، تمام؟ يلا هاي 5 4 3 2 1 هيك ماما ترابا مديري هيك بدهم تختزي هو مي هذا كان عطر هذيك مسكوب مسكوب ماء عطر ماء عطر لا تحسب مدى الكتير لما تبدا مسكوب بس زيت مسكوب تاخذ الشوكه هيك وتدوره دوره 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 وتصرف عرفت علاش؟ ماهي ماما خليني شويه بس دقيقتين تمو رح يغادروا فيه الشركات زي ما متعودين للغرفة الخاصة بهم. لا والله ما صار. منو اللي بيطلبنا؟ شنو انت شكلك؟ والله ما صار. يقعدوا مساويين بالاعزاء الكبار، الصغيرات يطلعوا. الحلويات واكرام طلعوا بقرار غير متوقع وصادم للمتسابقات اللي استبدلوهم بالامهات لتحضير وصفة اليوم. لا تغير الايه. نرجس نرجس نيروز فدوى بعدها ماما ماما بالله عليك نرجس مودة نيروز يلا فدوى هاي هيا هيا يا رب حكم يوم امهات ماما فدوى ماما ماما شدي مريوز عارفه نلبس صبر شوي بس خلي بالك لا لا الحاجه ناشطه حاجه لحدود والله اليوم صراحة خطرنا في دبلة مقومة، عارفين البناويت اليوم حيلبزوا فيها، قال سيد خالد حيلبزوا فيها شنو انت؟ بحلوياتنا خلينا ناكلوها من ايدياتكم خير والله ما مدة التحدي راح تكون ساعة ساعة يا باهي ساعة ايه بشوية بشوية عليكم واحدة واحدة الخبرة اليوم يا تنجحوهم يا تسقطوهم ما دبنياتكم يلا لازم مشاكل المعتاد الزمني ولا القيلة هيك والله احنا ما جبناكش ميكانيكي اسمها دبلة عاد بقول لك صلحي لها سيارة قلنا لك المطبخ أول ما تسمعوا صفارة أستاذ خالد تبدوا في التحدي ورب يكون في عونكم إن شاء الله موفقين إن شاء الله يلا 5 4 3 2 1 توكل على الله قبل الفاصل فريق البرنامج استبدل المتسابقات بالأمهات لتحضير وصفة اليوم زعما كيف حيكون طعم وشكل الدبلة من إيدياتهم ماما سدوان
ها انا من ايه عليك ميزانك شوف الساعه إذا بقاها كويس يا ماما. لا لا تحدي اليوم معلش مش لي أمي نعرفها قصدي أكبر حتى وحدة أمي نعرفها. أكبر وحدة في السن قصدي صعب إنها هي تديرها ماما مش قلبها خلاص خلاص تريح ماما عارفها خمس الجلجلات بتحرقيه خليه يدهب ماما هي لكن أنا عينك ميزانك أعجن أعجن خلاص يا ماما خلاص ماما خلاص قولي خليها ترتاح ما تفرديهاش أيوه هاي أعجن خليهم ياكلوا الدبله تراقب هيك مش ها باهي نسيها تراقب ها انا من الصبر 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 كان انتم تو هنا ها ها طلعتوا فالحات في خمسة دقائق المتسابقات هبلوا الاستاذ خالد ولا قالوا نقع عمزوا دقيقه في امكاناتهم شني والله ان شاء الله خلاص استر سكر عليكم سكر سكر سلم ولدي سكر اه ترتاح سكر دايره روحهم دوا وين ارزق بيعطيك الصحه سلمك يا ربي اول مره ديريها اليوم كنا اول مره دبلة يعني اول مره ديرها ولا بتعرف قبل مد... لا لا قبل الامور إيه تمام تمام ان شاء الله قالت إيه؟ هي بكر سالناها قالت ندير فيها يعني لا ندير فيها هذه حلوياتنا زمان هي اي لا ندير فيها لكن من هلبه معناها ما درناهاش فتره خشين على الحاجات هو تو بدت ديما ايوه حاجات جديده ما نعرفش على ما عادش ناخذ ما عادش نتعبوا فيها زي زمان ان شاء الله خير تو عاد تو عاد والله ابتسام شو تديري؟ انتوا نصيب انت خليها ترتاح 15 دقيقه قالت ها ارتاح ما شاء الله مزال 15 دقيقة ما فاتتش ورحمة بوي لما تو كيف خديتها ان شاء الله ان شاء الله انت باك انت باك ما تبيهاش ما تبيهاش ترتاح اسكت اسكت انت بتخسريها اليوم ولا شنو؟ خليها تخسر عيت منها زي عيت منها اليوم عاد خليها تخش المطبخ ميسي ها ميسي ذاك ماني ما بيش نمسي هي ما بيرتاح خليها ترتاح نصيحة حمستي نصيحة مني اني خليها ترتاح 15 دقيقة لا يعني قد تجي 10 دقائق غمها غمها بالفوطة وحمسي الجلدان لا مش محمس بكو لا بالابتسام هذا شيء بيحمر ايه مالا شني ليه هذا شنو قنية اللي زينوا بيها علاش غبارة شو رايح مش تعرفني اول مرة نديرها اه يا سلام خلينا نشوفوا عائلة المنقوش عجينة ترتاح ونحمس ما شاء الله خلينا نشوفوا ما شاء الله يعطيك الصحة لان ما نقدرش نمسها انا دايما مش هي هذه بالحلويات انت تشرب فيها من برا ما تطيبش ايه خلاص برنا صح والله حنشوف انا لو قلت ما عنديش مريم صح صح لما كنا بنويت لا حصل ها توا ولا تولها توا ما زال بلا مريم لا لا ما زال ايه بنشد ونوريك العشينه ايه باهية ان شاء الله عليها لا مش غطيها بس باه رطبة لا باهية ايه كفاها باهية مش يابية غطيها بس خلاها ترتاح غطيها ايوه ان شاء الله الجنان بتاعك 100 قاعد يا ودي قاعد اصبعي الزلزال لاني يتحمر ايه لاني ولي نولد رهبي قاعد استريحوا حلويات قعدتوا بروحكم راكم من بكري نيروز قهوتك اشربي قهوتك قهوجو 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 حتى كملتها قهوجو حتى كملتها يا بشت امك 100 قاعد نعم عادة ينفرد بالنشيء قالوها خنبتها ايه ايه نفرد بالنشيء لك هذا نشيء وين نشيء ما فيه قعدت دقيق عادي هي سرقتها كلمة نشيء اديتها من مه انا كنت جيبوا لنا بنيات ليه باش نهدوا هالبنيات هذوما اللي ورانا شوية فرحات في الشلوري حرام وقلبنا احنا عليكم خلونا نخشوا هالبنيات يعاونوكم ايه عندك الحق على الكلام تاعها انا شو رايك قبل ابتسام لا لا ندخلوهم والله والله شو والله لا والله في قلنا بتخشوا المساعدين لا ايوه المساعدات اللي طلع اسمائهم في الحلقه اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت اللي هم مبروكه وهبه وفاء وسنا وسنا مرحبتين بك هاي حطين معنا فضلوا يا بنات اه ما شاء الله يا حنا سلم وما تضيعوش الوقت في السلاح ما عندهمش وقت ما عندهمش وقت شوف الوقت ها هاولي الوقت قدام هيك يا تاخد هذا خليته يسخن لحظة 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 خلي نرحب بكم استحشناكم يا مبروكة خليك معي اكرام خيرها ما لحظة بلا مريم بس لحظة لحظة بس لحظة بس اسمعوني شوي الله على الهدوء الحمد لله لا لا معلش الدقيقة اللي نضيعها نزيدها لكم تمام خلنا نسألوا هالبنيات أول حاجة نبدأ بمبروكة، مبروكة عندك خلفية على الدبلة ولا لا؟
لا حلو، لكن عندك خلفيه على المساعده. قال واحد احي حلو. هبه شني؟ هبه حرف في ساعه نهائي. حلو تلاقينا. ها ما شاء الله اللي حصل دايرتها قبل انت دبله. مش بقلناها ما شاء الله. انا عندك تو حلو معناها قبل ابتسام امورك طيبه. حلو سناء شني؟ قبل ابتسام حصلت احسن معين. حتى تشحف ماما كويس معناها تشحف ماما معناها اكيد عندك حتى رسم. قبل زينب عندها خلفيه عليها فمش ام مستتب يعني. حلو وفاء ما نوصيكش على عمري حطيت فيها ايد. قبل ابتسام من نصيبك حطيت فيها ايد. من نصيبك جاتك وحده تفهم فيها. بعد ايه بابا بعد ما عجلت لها الجيل مش قبل. ما هو هذه الاساسيات لازم تديرها انت، هي بتساعدك. قدرت لها اخوها على ترى مازال في ديات في التدويره والكذا والواحد مازال ورقه. ان شاء الله ناكله اليوم. ان شاء الله ناكله دبله. والحمد لله قلت لكم انا هذا زمان كلنا احنا في حياشنا امهاتنا يديرون لنا فيها وجداتنا يديرون لنا فيها وما نشروش فيها من المحلات. ما نشروش فيها من المحلات جينا جاهزه زي توا. فالحمد لله او على الاقل رجعناكم شويه. والعسل الوات يا سلام. شيش واحنا مبسوطين. مبسوطين والله مبسوطين. وانتوا جيتوا زي ملائكه الرحمه تو راح تنقذوا. يلا هاي يلا كملوا. والدقيقتين اللي شديناكم فيهم الدقيقتين اللي شديناكم فيهم تو بنعوضهم لكم. يا اما اليوم المساعدات يا اما والامهات يا اما بتربحوا البنات وبتكونوا سبب يا اما بتخسروهم اليوم. بيتزا لا ابتسام تبكي ما هناش. هيا يلا يلا هاي يلا هاي. اوكي خلاص خلوهم تو عندهم مساعدات. قاعدوا خذوا قهيواتكم. وين الميه؟ الميه كل تحت يجيبوا لك الميه. نحب وما نرفع في اللي عندها السكر وهيك نرفع لهم فيها بالعسل الخضار. بك صغيره هي صغيره لا لا مش صغيره ده. نحي يا كوكا نحرق الثاني. لا لا ما زال باينك نزيد واحده دي كمان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شني شني نشبح في دبله واتي يا حبيبي. اي والله ما شاء الله صحه كويسه والله اللي وتا اعطيه الصحه رسمي. راه قهوه بس تبي والله. حاضر حاضر باذن الله. طبعا الوقت مازال 10 دقائق على انتهاء التحدي. جاي الوقت انكم انتم تودعوا البنويت. هيا ودعوا البنيات توا خل بنواصلوا عليهم الستاره. لا لا نودعوا البنات اللي في غرفه البنات اللي هي مش اللي غادي. شلونكم مستعجلات يا كبدي على الوداع. من باي. مع السلامه. يا ربي. قلت له قالوا لنا في الاول بدوا بالكم تديروا حاجه سحبونا طلعنا من الاول. هو قصه حظ يا بنتي عادي لكن قرضوا معدنوس اغسلوا معين. جتكم وصفه سهله. جتنا حرقه. ايه لا والله عادي كان جي حتى عصبان ولا جت اي حاجه. ما شاء الله ابن ابتسام الله يبارك. انا اليوم مش قلت نفسي بجديات في الوقت. برافو عليك. صح عليك صح عليك والله. شنو هذا؟ شني يا عيلة المنقوش ما سمعنا لكم حس اليوم. هبة على الصامت وبلا معها ما سمعنا لهاش حس. وين وصلتم؟ عاش مازال هالبا راهو مازال لكم 8 دقائق. احنا كملنا على نهاية التحدي. اللي كمل ممتاز واللي ما كملش الوقت دوره ومازال 8 دقائق يا اخي خشت في 7 دقائق. باتوا وين؟ هذه وين؟ اللي ما كملش قبل معها استاذ خالد جاي. ايوه يعطيك الصحه يا وفاء.
كم؟ اتمنى ونخشوا في السبعة دقايق. الله يعلاقي بداتوا حركات رسمي. وهي ساعة اليوم فيسة اعتقد كافية للدبلة. هي بس العجينة تاخذ 15 دقيقة راحة. وبعطيني كلهم 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 ستة طروف يعني ما درتولناش حتى 20. انا درت تسعة. اعطيك الصحة. الله يسلمك. زيادة. درنا سبعة. المفروض أكبر بس سبعة ما شاء الله. يعطيكم الصحة. 10 ما شاء الله. كريمة ما في. يا تاكلوا يا لا تاكلوش يا تاكلوا يا تاكلوا. خلوني نمشي لي وفاء. وفاء نعم. شو شعورك اليوم لما رجعتي للمطبخ من جديد؟ والله في قمة السعادة للأمانة. حسيتك مبسوطة. جدا هبة شو شعورك اليوم؟ خمسة وجيتي من جديد؟ خمسة. أهم حاجة ساعدتي بلمها. والله سلام. ها شني ماشية معك تمام هبة؟ تمام 100 100. قبل مريم شني مبروكة. لا ما شاء الله عليها والله. مبروكة على الصمت من هلا. لا لا كويسة. شني مبروكة. شو شعورك وانت رجعتي من جديد للمطبخ والتحدي؟ كنت متحمسة والله بس ما كنتش متوقعة هذا كله الحكي. احنا برنامجنا مليان مفاجآت فما تعرفيش من اللي يخش مكان مني ومن اللي يطلع ومن اللي يقعد. مازال يعني مش حسب توقعاتكم ديما تجيكم مفاجآت. انا علاش قلت لكم اليوم التركيز في الوصفة وانكم انتم كيف تحضروها مهم جدا لان في مفاجآت. مازال صح. لا لا نبي كريمه. مازال في مفاجآت. راه الكريمه يعني الانرجي بتاعك لما خاش رجعتي من جديد المطبخ ولو انا مش مكاني. مش مكاني كله يا ريت والدعم ناقص. الدعم الاساسي نوسه المعنوي. الدعم لا الدعم نوسه معاك. لا احيانا تقولي نوسه توتر فيا. لا توتر فيا معناها هيك من بعيد لكن هي تعطيني هيك خلاص كله يقعد هنا. قبل زينب في العيد او حتى بالمجمل العام ديما الامهات ما يحبوش دخول بنويت للمطبخ يعني ما يتحملوش. ديما الامهات ما تمسيش هذه وما تديريش هذه. لك حلوات العيد يبو عينه بصراحه. لا يعاون ايد واحده لا لكن انا الاساس انت. انت الكنترول ولبدوا في التشكيله نفس الشيء زي هذه. هذيك لا ديرها هيك ماما لا ديرها هيك ماما باهي غير كل واحده تدير اللي تباها هي وكل واحده تدير في صنيتها بروحها باش نعرف هذه في عادي فدوى وتبان النتائج في الاخيره. بطل يعني نحسم اللي باهيه بنحطها واللي لا هذيك تقول انت جايه مع هذيك لا جايه لا لا مش جايه مع حد. اللي جت باهيه باهيه واللي عافنه عافنه بتشوف بيروحها. قبل مريم زواره شنو عندكم حاجه مميزه في العيد تديروا فيها اكله معينه حاجه زواره معينه؟ زواره ناشفين نديروا حلويات غريبه. زي شنو الحلويات؟ زي شنو غريبه؟ مقروط ايه؟ كعك حلو مرات. كعك مالح. كعك مالح. فطيرة. لا فطيرة ما أول يوم العيد شنو عندكم مثلا في الغداء أكلة معينة تديروا فيها؟ عندنا الغداء يوم العيد بازين. 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 ما تديروش فيه فاصوليا حرايمي. لا لا لا. بازين. بازين باش بالحوت ولا بالحم؟ لا بالحم وبطاطا وفلفل أخضر. هذا أول يوم العيد. يوم العيد. هذا السبر. السبر. حلو. لكن توا بالنسبة للسبر مش الأغلبية قاعدين عليه. ايه ما عادش هالجيل الصغير مش قاعد عليه. احنا الكبار قاعدين معاه. يعني الجيل الجديد بدا يدير اللي يبيه لكن الجيل يدير اللي يحافظ على لكن اللي متجوزات يعني وفيه اللي عندها الشيابين تمشي للشيابين هالديره. حلو حلو. مبروكه من الجيل الجديد. هل انت مثلا عندكم حاجه مميزه تديروا فيها يوم اول يوم العيد؟ خاصه بنغازي يعني حتى لما نعيدوا في الحوش بروحنا نفس اللي نديروا فيه معانا. ايوه يعني حتى فاصوليا يعني نديروا في فاصوليا. حلو. باش بالحم بالكرشه. بالحم. باي حلويات تساعد فيك ماما ولا بروح؟ ما نديرش. ما تديرش الحلويات. ما تديرش الحلويات. طلعتي من عينها. الحلويات تدير فين ام ماما؟ حلو. ماما مش حتى ماما. لا لا باين عليها ماما فاتحه بالحلويات. معنا ماما شيف حلويات. لا حلو. ما عندهاش وقت. لا الشباب. خلينا نمشوا لي هبه وقبل مها. قبل ما عندكم مثلا اكله معينه اول يوم العيد تتميزوا بها؟ والله انا شوفي انا معتمده اكل الصحي في العيله. في العيد فواكه عصائر فقط لان احنا كنا صايمين شهر. هو عيد قبل ما بغض يا قبل ما بغض النظر ندير الحلوات على خاطر الناس اللي بيجوا يعيدوا عليك. قبل ما قامت لي العصاير عرفتي الحلوات يا قبل ما قصدي لما انت كنت بنيه في عائلتكم وكذا شي كان سبركم في العيد. خليها خليها عائلتنا. شنو هي الوجبه الاساسيه اللي يديروا فيها في العيد؟ الصبح. ايه لا بتغدوا بار غدا غدا العيد. اي حاجه اي حاجه. ما فيش حاجه ما فيش حاجه يعني شربة. اهم حاجه شربه.
او فضلت اليوم اللي قبله. هو سحور، انتم بتتسحروا حتى يوم العيد؟ لا ما نسحروش، لكن مرات في الفطور يقعد ما حاجات ندير نتغدوا بهم. اي ولا شربه شربات هيك باش يبدو يسهل. انا نقصد هل مصرات انتم صح؟ انا من جبل من كاباو. انت من كاباو؟ ايه ما بديروش في الفتات في العيد؟ لا نديروا الفتات. ما خديتوش سبر مصرات ابوكم؟ ما خديتوش سبر مصرات ابوكم؟ احنا عايشين في طرابلس، واخدين سبار طرابلس، حتى اللي في صبرات انا في كاباو اغلبيتهم بدو ماشيين بسبار طرابلس يعني. ما تعرفي لما واحد يبدا كل واحد من بلاده ومن كذا نعرف يديروا السبر مرتين. ايه مثلا اللي من طرابلس يديروا الحرايمي. ايه واللي من الجبل متى يديروا فاصوليا. ايه يعني انا مثلا من الجبل. ايه نقول لهم والعائله عندي من طرابلس يديروا هم سبرهم واحنا نديروا سبرنا. مش ما نزعلوش حد. باش ما نزعلوا حد. بس لما يجوا خوتي بيفطروا عندي ولا بيتغدوا عندي يلقوا سبرهم. مش مركز هيك يعني. الافضل جايينك مثلا حوت لكن مشوي مع سلايت مع فواكه خالص. انتهينا. نمشوا لهبه. هبه طبعا انت مفروض الملعب ملعبك الحلويات مفروض في العيد بنتي. مش في الدبله كل لا مش في الدبله خلينا من الدبله في العيد. شنو الحلويات اللي ممكن انت تديري فيها؟ ماما تدير في مرسيدس با وماما ماما مش حلويات عيد. حلويات عيد لا شنو علماتك ماما في العيد تديري؟ شنو علماتك ماما؟ انا كيكات انا نحب الكيكات لكن نحكي كحلويات عيد ماما تدير ماما تدير فيهم. دير في المرسيدس الدبلة ما نديروش فيها مرة واحدة ممكن احنا خليها بي ام بقى من غير الحلويات اللي معروفة تواكيد بدات تجيبوا جاهز وكلها واتي لكن شو سبركم ما تتغدوا وتفطروا في العيد؟ حطي عليها الوردة. والله احنا طبعا عايدوا عند عمتي فعمتي تدير في فاصوليا. انت صرتي ساكنة مع العائلة بكم انا ما نعرفش في كوكب اخر يعني سبر العيلة شنو يديروا عمتك وكذا اكيد هم الحاجات الكبار محافظين على السبر. هذه الفاصوليا هذه الجماعة اللي يرقدوا لبعض صلاة العصر نحس فيك انا هذه نوض الصبح يجي الظهر نرقدوا هذا السبر الجديد هذا ايوه هذا يرقدوا بعد العصر يعيدوا يعيدوا ومن كان عندنا بكري نمشوا لي وفاء وقبل ابتسام بلا ابتسام عندكم اول يوم وجبة معينة تديروا فيها في العيد ايه عادة الفطيرة ايه نوتيها طبعا نوض لها الفجر نعجنها نوتيها ما نرقدوش اصلا صباح الواحد نعجن الفطيره ونقرصها لكن مش كل فطيره يعني ندير فيها في طبق ثاني يعني ايه نحط الدقيق والواحد ونبش على بعضها وبعدين نبدا نرف فيها على اساس الورقه نشبحك من بعيد فيها ايش هذيك طيرتي انت ها؟ انت من زواره ايه لا وجوزك من تورغه هي من زواره انت من زواره من سكان وجوزك من تورغه ايه حلو انت سبر زواريه ماشي فيك ولا نسيتيه؟ لا لا من يومي في طرابلس والله سبر طرابلس انا ماشيه سبر لا سبر طرابلسية مرات حوت ومرات كذا ايوه ماشي فيه تو الحلاوات الزمنيه لولا ما نعرفهاش اللي هيك ولا هيك هذه ما نعرفهاش غريبه مقريضات حاجات هيك حاجات حلوه مثلا زي الحلقوم حاجاتنا هذه اما اللي يديروا فيه تو البنيات هذا ما نعرفهاش وبهيك وصلنا لاخر اخر ثواني من تحدي اليوم خمسه أربعة ثلاثة اثنين واحد ما شاء الله كنتوا اليوم فالحين يعطيكم الصحة أمهاتنا وطول عمركم إن شاء الله إن شاء الله كل عام حيين وصحيحين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يلا حتى أنتم كل عام وأنتم حيين وإن شاء الله وعيدنا وخيرهم إن شاء الله بارك الله فيكم. إحنا قبل لحظة بس خلوكم معي قبل ما تطلعوا أو تغادرونا من الاستوديو يا ريت الكل يشوف للشاشة وننتبهوا ما شاء الله بنت أختك جانا مسج او رساله من ليبيا ابوكم تشوفوها بنت اختك ولا بنتك شكلك ماما احنا فخورين بيك هلبة ونحبوك هلبة وان شاء الله تربحي يا اغلى انسانه في الدنيا وان شاء الله تكوني حتى انت فخوره بينا زي ما احنا فخورين بيك خالتي وفاء ان شاء الله تفوزي استحشتك وفاء قلبي من زبكه انا احبك استحت معك ماما هلبة ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يدمك تاج فوق راسنا احنا نحبك هلبة شكرا هلبة هلبة حبوا يفرحوا بنادم صراحه شكرا لكم الله يجبر بخاطركم و... ولا تحبوا تفرحوا الفيديو اللي شفناه قبل شويه كان هديه بمناسبه عيد ميلاد وفاء اللي صادف يوم تصوير الحلقه كل عام وانت بخير يا وفاء
الله يجبر بخاطركم وان شاء الله ربي يحفظكم ليا. ان شاء الله ربي يحفظه لك. ان شاء الله نشوف كل من ما عندهاش ذريه ربي يرزقه، وان شاء الله نشوف كل من حياته تبي حاجه يتمناها توصل وربي يحفظكم جد. احنا طبعا حتى ويان موجوده خلف الكواليس واكيد حابه تدعمك، وهي اساسا دعماتك جايه معك. هي جايه معك ويام، لو موجوده ويام تتفضل معك. قبل ويام هيك باهي يا وفاء بكيتي العائله كلها ما شاء الله. ربحي كل، انا ربحي هذا هو ربحي بجد، انا هذه ربحتي بجد يعني. للامانه الربح والخساره ديما الانسان يكون عنده امل في الحياه. صح، مع كل الم امل، وقلتها في الكاستنج وقاعده نقولها ونقولها لكل انسان، بنت ولد انكسر من شيء حيوقف لان ربي معنا. جميل. والحمد لله. حل. وان شاء الله كل عام وانتم دوم بخير ودوم بعافيه يا رب. ان شاء الله تكوني مبسوطه يا وفاء بهالمفاجاه البسيطه. مبسوطه وهلبه ربي يجيلي فرح. بس نقول لهم في حاجه بتصير حلوه ما نعرف شنو هي. الحمد لله. هاي جبت على قسنيتك. بارك الله فيكم، الله يجبر بخاطركم. ممكن تكون شكرا من جاهزه. قبل تفضلي قبل ويام، هاي جبت قبل ويام جات. الفاصل انتهى الزمن المحدد لتحضير وصف التحدي اليوم، وصار وقت الانتقال إلى المرحلة الحاسمة وهي مرحلة تذوق المشتركات الأطباق الأربعة وإعطاء النتيجة بدون معرفة الأم اللي صنعت الطبق. وصلنا لي لحظة التحكيم وديما بدايتها والمفاجآت ديما معنا احنا. ديما 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 عاد ما نحكي لكمش. بتشوفوا ود حقا اللي بنسلك والنبي لقمة القاضي ودن القاضي، وفيه بكر نشوف فين في اللي دار لفعت القاضي وفي اللي دار حنش القاضي. اول مره نشوف واحده طالعه بالطولك ولا بالعرض ولا كذا. هو انا باللي شفته بكري حتى انا في القلي ما ريتش دبله، ريت اشكال ثانيه فضائيه في القلي. ايه اقسم بالله ما لا ما تعرفها شيء زمانك. ما قداش لينا احنا ما شفنا مش قط القاضي ما فيش. اليوم ان شاء الله بنشوفوه. شوفوا هاي خليكم معنا، نبدا بالمفاجآت بسم هاي. الله نعم شنو اللي بعده؟ كان فريق البرنامج يسمحوا لي شويه خلاها تدفع حق العسل. هذا وين؟ نغطيه خير. لا ما هيش دبله للاسف الشديد، من ناحيه شكل ما لهاش علاقه بالدبله. سفنز مقلي. وين هي؟ سفنز مقلي. شكل العجينه ملهاش علاقه بالدبله، عجينه الدبله شويه تكون فيها فقاعات هواء، العجينه غليظه. هي وين اصلا الدبله هذه؟ دبله هذه تو احنا نتخيلوا فيها دبله تو ولا لها علاقه بالدبله. سامحيني يا ميمتي اللي درتها، ما لهاش علاقه لا بالدبله لا بالودن. بدا شكل الدبله يطلع. يا سلام. الحمد لله لقينا دبله. فيها لفه جنين هيك ها؟ لفتها حلوه شوي. هي صح؟ قليتها تمام هيك لون هالدبله تكون. ها؟ للأمانة هذه الدبلة بيرفكت. تحميرتها، قرمشتها، العجنة بتاعها، تعسيلة ما عندي ما نقول فيها بصراحة. تصل كلها تعسيلتها مية. سفنز من المرة الثانية ربع ربع الحجم. ها؟ حتى دي العجينة لا هذه نية معناها ما تحكي ليش على الوسط نية. هذا لو نعطوكم انتو شوف عندك تقيموا حد تقتنعوا قداش نعطوها هذه بالنسبة لي انا خمسة حلو انت
تستاهل خمسة بصراحة من جميع النواحي. لأن قدام الموجودين هي أحسن تعتبر أحسن دبلة الحق. تحميرتها، تعسيلتها، عجينتها ما شاء الله عليها كلها فقاعات تتقرمش. طيب. هذه الدبلة عفوا خفيفة تتقرمش عسلها أمورها تمام. وهذه الدبلة اللي بنسحر بها اللي بناخذ بها فنجي لي قهوة بإذن الله ميتة. هذه بالنسبة لي نقول أربعة كويسة. أربعة معقول؟ إيه. آه شوفوها من الجنب حلو. لا لا هذه أربعة مش بعيدة، مش بعيدة على ديك أستاذ. على الأقل بنت دبلة. تو عندك اثنين وأربعة هم الضعاف، أما هو اللي بياخد واحد فيهم. إيه هذه. هذه تنعم سامحيني ما أعرفش مني لكن واحد. واحد. أوكي. هذه اثنين. زيدوا اثنين على الأقل. هذه يعني في الشكل شويه كبرت حجمها، هي اوريدي نفس الشيء نيه محمرتها هلبه يعني اللفة. لكن لفتها اقل حاجه قريبه للدبله بس هنا ما جتش لهاش علاقه بالدبله بكل. انا معك يعني زياده عليها درجه. يا اخي انت كريمه راه انت والله العظيم انت كلام زايد. اربع درجات، هذه درجه واحده، هذه خمسه الله يبارك، وهذه درجتين هيك نكونوا حسمنا انا استاذ خالد درجاتنا عليه مني. هذه رقم اربعه اللي خدتها اثنين على خاطر اللفه بس طبعا. العائلة هذه منكوبة الحظ. العائلة هذه عائلة البشتي. عائلة البشتي حرام، عائلة البشتي خشوا بقوة. مرات توجعك حاجات. هاي نجولي رقم واحد ونختي أربعة درجات. ومن يا ترى الفالحة؟ الفالحة اللي وصلوا معانا لمرحلة متقدمة. ترى يلا شوفوا هاي عائلة المنقوش. عائلة المنقوش قبل مها الله ما شاء الله عليك يا بلمها الله يصحها. بالرغم سالناها احنا بداية الحلقه قلنا لهم تعرفوا في القصه هذه، قالوا يا سلام واحده بس قد ما نعرفها. جودي رقم خمسه استاذ خالد، انا اللي بنعرف من اللي اخذت خمسه درجات. انا اللي ببالي نحس فيها اللي ببالي اللي قالت لو قمت انت اللي ببالي ممكن قالت اللي قالت ما نعرفش. شوف اللي ان شاء الله تطلع هي نشوف. الله اعلم خلينا نشوفوا من اللي اخذت خمسه درجات تقييمي. انا استاذ خالد جايبه شيخ معها ولا قصدي كاتب لها شيخ تروشكا شو والله يهم عيلك عون اللي من بدايه الحلقات تقول ما نعرفش والله يعطيها ورتاه تقول لك ما نعرفش. لكن اسمع ما تنساش بالابتسام ساعدتها وفاء، واعتقد ان وفاء حتى هي شاطره في الحلويات ما شاء الله. والله ما شاء الله وفاء لانها فالحه في الحلويات. لما 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 عاونتها وفاء بصراحه يعني تبان الفلاحه. حتى وفاء ما شاء الله اعطاها الصحه اليوم، حاولت تساعد الكل اعطاها الصحه يعني. والله ما شاء الله على هذه وفاء. لكن للاسف احنا تقريبا عرفنا من هادو بس نكشف عليه عائله القمودي قبل مريم اعطاها الصحه. وهم العائله هذه عائله القمودي اللي معانا من اول حلقه استاذ خالد واختت الحصانه مستمرين معانا 8 حلقات. اختت الحصانه وما بعد الحصانه جاب الترتيب حتى هي ممكن الافضل في الاطباق، ولكن والله غالب بركة الحاجة مسكينة. هو ديما تحكيمي أنا أستاذ خالد ما يحسمش في النتيجة، ممكن يجوا البنات بعدين ويغيروا النتيجة بالكامل مش معروف. أمهات نعطيكم الصحة سامحونا. إحنا تقريبا هم مجربين الوقفة هذه بتاعنا ما يعطوا الدرجات، مجبرين نحطوا واحد مجبرين نحطوا خمسة بدون مجاملة طبعا. بالرغم أن أنا اللي مستاء منا أن هذه كانت إحنا زمان وإحنا صغيرين كانت يعني الحلويات المفضلة عندنا. إحنا الحلويات المفضلة يعني وكان ما ناكلوهاش في المناسبات ولا في العيد وكأن المناسبة مش مناسبة. احنا مكملين اكيد مع لجنة التحكيم الفعلية، واليوم البنات مش الامهات ان شاء الله. خلونا نبدو باول عائلة وعائلة البشتي وفدوى. تمام في شيء تعليق نمشي لبعض. ها ما عندك شيء تعليق نمشي لبعض. محروقه طبعا هذه ما فيهاش قرميشه. هذه ايه لو مش عجبتك تقدري ما فيهاش بقل انها دبله يعني كشكل وكبني بني خلاك انك انت اساسا المنظر هذه مش قادره تبلعيها نهائي.
حتى لما تشتهي قصدي ما فيهاش بكل انها دبلة، حاجه تانية غريبه يعني. هذو ابداعات الامهات اليوم. هذا سينب رقم واحد 5 درجات. هذه واحد. رقم 3 درجة 1. طبق رقم 4 و2 كم تعطيه؟ هذا نعطيه 4. طبعا تقي تعطي 4 تعطي 3 خلي 3 هذا. تمام. رقم 4 3 درجات، يعني 3 درجات، درجة واحدة، 4 درجات، 5 درجات. رح نبدو برقم 4 فدوى. يلا نبدو بشوية بشوية. 3 درجات أعتقد بداية موفقة يعني. إن شاء الله خير. بشوية بشوية فدوى. نسحب نسحب ونسحب جهتك. المنقوش نقلبها كده. لا لا خلص خليها بس مكانها. تمام. المنقوش اللي تحصلت على 3 درجات هاي المنقوش ممكن ردوها فدوى لمكانها. تمام. جولي رقم 2 بنفس الطريقة هنرفعه بشوية ونسحبه اللي هو واحدة واحدة علينا، وهذا اللي خديه 4 درجات. بسم الله. يلا واحدة واحدة نسحبه هنا. القمودي عائلة القمودي. مين القمودي؟ مين إيه؟ مين القمودي؟ نمشوا لي رقم 1 واللي أعطيتيه 5 واللي كنت متشوقة تقولي طبق ماما. بس لا ما قلتش طبق ماما، إن شاء الله تكون ماما، ماما يعني إيه؟ إن شاء الله تكون ماما، لأن هذاك يعني لو نقدر نعطيه 0 عادي. باهي لو هذا طلع لي ماما وهذا عادي. طلع لي ماما عادي. ماما حتزعل بعدين يا فدوى. هي اللي طيبت مش أنا اللي طيبت. بنحكم عليها هي اللي طيبت. جيم 5 درجات. شوي بشوي نرفع فدوى بشوي بشوي ونسحبه. عائلة عون. يا رب. اسحبيه هنا هنا هنا. ايوه بالضبط. مش دبلة نهائي. كبنة كشكل مش دبلة. الحقيقة يعني مهما تكون أمي زعلت يعني. مش دبلة. أبلة زينة. مش دبلة. الله غالب. فيش أي تعليق؟ لا تعليق فيش. كمنظر كبنة مش دبلة. خفي عليها شوي. قبل ابتسام بداية موفقة. فايف خيرك على قولتك بالإنجليزي. قلت له قلت لي خيرك مصدومة. مش مبسوطة. حصلتي 5 درجات ترى. حنين. ايه ما سمعتش. 5 نقول لك فايف. عادي عيلة بالانجليزي قبل ابتسام فايف. بالعربي 5. بايع الفايف. حصلناها. الله يبارك. الله يبارك والله الله يبارك. نسمع تعليقك يا فدوى بصوت عالي. لا قلت لها قصدي ما فيهاش بك نروح للدبلة نهائي. كشكل وكبنة يعني استغربت انا. يا ريت انا خضيت هالمعركة هي يعني. تمنيتها انا. لو انت كنت حتبدأي فيها باذن الله. باذن الله. قبل نمشي لبلا مها عندك اي تعليق؟ لا. قبل مريم الامن مستتب. شو بندير ولا؟ احنا مكملين التحكيم مع الامهات وعائلة عون. لبنة لا لون. يبدو أن فدوى مش راضي على نتيجة الطبق. أنا مش راضي. أعطيت 3 أنا ولا 4. أوكي لو حتى أعطوه 5 أنا ما ليش. خلونا نرحبوا بنرجس. نرجس تفضلي معنا. يعني تمام. رقم 4 صحن رقم 4 5 درجات. رقم 3 درجة 1. هذا 4. الأول 4 درجات.
عندك مازال رقم 2 3 درجات يعني 4 درجات 3 درجات درجة واحدة وهذا 5 درجات نجو هنا نرجس بشوية بشوية علينا نقيمه فوق نسحبه عائلة البشتي تعالي هنا نرجس رقم 1 أعطيتي 4 درجات لتوى طبخ ماما الأول أسلك منها نسحبه عائلة المنقوش وبهكي مازال عندنا رقم 1 و5 يعني ممكن تكون ماما 5 2 رقم 4 نرجس وممكن تكون 1 بشوية بشوية نرفعه نسحبه عائلة عون حاول يا كرام تعالي هنا نرجس نسحبه بشكل سريع عائلة القمودي شنو يا ابن ابتسام زوز فايفات توا الله يبارك كلمت ناط منه شيخ كلمته فايق منه سكر علي قال لي راقد ما انا اول مره تديرها بكم في حياتها لا وفاء مبسوطه نرجس الحمد لله قبل مريم شو 1 للاسف طيب واش اعطيتي 1 لنيروز يابسه سالتي لي هلبة العكس علاش مش هتسجعت في الطبق شارب هلبة حيجيبوها لكم بالي بس فدوى خلينا شويه نسمع بعض وبعدين حنرجع لك ونقول شو قلتي الدبله تكون يعني عسلها تكون شاربه بالعسل وصغيره في الحجم هلبه ويابسه فهي يبسه يابسه الحق يعني مش شكل دب قبل ما عشان الامور تمام لتو ماشي بالنسبه لخبرتي تمام فدوى شو تقولي يا فدوى ممكن نسمعوك بصوت عالي بها الضوقها بتاعتها ماما خلاص ممكن بعد التحكيم خلوها دوق علاش بهي تدوق هيك نبي نشوفها هل راضيه على الطبق بتاعها ولا لا هي بدت مجهودها يعني احنا بدنا مجهوداتنا خلاص اعصابي خلاص حتى النيات المفروض دقتي ايش قال دوق انا الاشكال هذيك اللي طلعتها المفروض دقتها دقتها انا من بكري نقول لك اشكال طلعتها مش دب لاخواتي قلتها لك انا قلت لك زيدي قصدي لأنها عارفة شفت أنا قلتي لي هيك طبعا اللي عطيتها الطبق يعني كان يستاهل الطبق الرقم 1 لأنه كشكل كبنة قصدي ما كانش يستاهل أكثر من 1 يعني هذه شهادة لي أنا يعني فلما طلع لماما قصدي كانت صدمة لي إن شاء الله تسامحني لأن ما نحسبهاش هيك حديرة فيعني ممكن تجربة كان صدمة لها لأنها مش متعودة أنها تديرها ديما ف هاد انفعلت لأن ما توقعتش أن أمي يعني نعطاها رقم 1 يعني فتمنيت أن نعطاها حتى رقم 2-3 فما قدرتش حاجة شفتها وحاجة ذقتها فما قدرتش إن شاء الله ربي تسامحني أمي إن شاء الله تسامحني احنا مكملين في التحكيم وصلنا لحظه بلا مها سامحيني احنا مازال هذه مش اخر النتائج يا فدوى مكملين مازال في التحكيم وصلنا لعائله المنقوش خلونا نرحبوا بموده موده تفضلي قال مشوا فيها نكهة العطر. تمام. نادية. ثلاثة خمسة درجات هذا واحد هذا حنعطيه 4 لأنه هو جاي كبير تمام تمام عندنا رقم 2 4 درجات
رقم واحد هذا ثلاثة صار صغير لكن جاي محمد تمام هو جاي لحد الآن شفنا النتائج اللي حطوها أغلب الخبيرات تابعوا الحلقة للآخر باش تعرفوا لمن عطت الخمس درجات نبي نطلع أنا قاعد نصبر علاش ولا مريم خلاص بقى نجيبوا الكرسي هنا في الاستوديو تعملي معانا لا مش حنبكي شباب كنترول كنترول تمام ممكن نعطوا كرسي لقبلها مريم تمام شوفيني مرتاحة هكي يا بلا مريم هكي أحسن شوية ولا طمنين عليك يا بلا مريم خير إن شاء الله خير هو نتيجة ما زال من حسمتش يا بلا مريم واليوم كلكم أعطيتوا جهدكم كل الأمهات أعطيكم الصحة بالمجمل العام سواء كان اخترتوا درجات عالية أو درجات ضعيفة قبل ابتسام مفروض تكوني مبسوطة يعني علاش حسيتك مش فرحانة؟ انا تقريبا قلت لها هذا راهو والله يا رب شنو يا فدوى توا قبل زينب لو عندك اي تعليق لا لا ما فيش تعليق اعطيك الصحه احنا مازال مكملين وختامها مسك معاية القمود خلونا نستقبلوا نيروز وختامها مسك معك يا نيروز شو رايك في البداية؟ لا كويسة طب هو في الطعم كله متشابه ثلاثة كويسة الطعمة متقاربة جدا الوقفة ما هي سهلة خمسة طبق رقم اثنين خمسة درجات حسن تعبانات اليوم في إيه. المطبخ هذه بنعطيها ثلاثة وهذه بنعطيها واحد وهذه رقم أربعة أربع درجات إيه أربع درجات أربع درجات إيه أربع درجات وأنا مش هنقيم الأمهات بصراحة بارك اللهم فيهم هم اللي علمونا وكبرونا أيوة فالتقييم اليوم الله غالب سامحوني أمهاتي كلكم على عيني وراسي يا رب كل طفل بي يا رب نمشوا لي رقم أربعة نيروز يلا نسحبوا هاي عائلة البشتي إيبا يا بنتي مش واحد نمشوا لي رقم واحد واللي خدي أربع درجات من نيروز بشوية بشوية علينا يلا نسحبوا عائلة القمودي نمشي رقم اثنين واللي اعطيتيه انت خمسة درجات اعطيتيه خمسة درجات يلا نسحبه عائلة عون ما شاء الله رقم ثلاثة نعرفنا مني عائلة نسحبه عائلة المنقول والله ما كنتش عارفة والله والله ما كنتش عارفة سامحيني اعطيتي واحد لا عادي نيروز انضمي جنب ماما مصحق لا جمدتها شوية قبل مها كنتي ماشية تمام جت في الأخير هي في النهاية دوقة لكن جي نشوف كل هذا الشيء نعم تعال تفضل حتى نهاية دوقة أنا شفت وحدات رطبات جدا رطبات بدرجة لأن هم مش دبلة ما يسموش أي حاجة إلا دبلة رقم ثلاثة صح؟ الرابعة أنت؟ هذا طبق واحد درجة واحد تطلبتي تشوفي تشوفي
واحد. بي هذا حصل واحد. ايه درجة واحدة. قديش حصل؟ هذا أربع درجات. ايه. وهذا؟ هذا مش ثلاثة درجات وهذا خمسة. هو تقدري تسألي نيروز؟ لا 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 تعليق. أبلمها على درجات؟ لا عادي. الدبلة تعطيني في سونية تانية. مش متاعتك. إيه مش متاعتك. مش مشكلة مش مشكلة خلاص. كيف أبلمها؟ هي واضحة إن هي مش دبلتها. كيف مش دبلتها؟ خلاص. إن أنت كلك رانشي درتيها. كنا نقولوا. هيك معناها تشكيك في فريق البرنامج. لا لا, 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 لا مش فريق البرنامج. لا لأن هم أنا دبلتهم هلبة رطبة. هلبة ما هم لحظة بس هم البنات مش مسؤولين عن حطان الأطباق يعني الفريق هو المسؤول فالحاجة اللي قاعدة على الطاولة هم اللي حطوا يعني سامحيني لا قبل ماها مش مشكلة بس لو أنت شاكة في حاجة معينة عيب غمش بقى لا 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 ما هو كله يتشابه عرفتي قد يختلط لا ما يختلطش على فكرة ايه اللي يقعد على الطاولة اللي يقعد على الطاولة يخش حد لا لا يختلط علي يعني يختلط علي يخش حد ياخذ نفس اللي على الطاولة يحط أطباق ويحطهم في الدولاب الخاص بيكم يعني هم عارفين أن كل طاولة عندها أطباقها الخاصة لا لا والله لا مستحيل يصير خلط علي الأمر خلاص فيش داعي ممكن نسمع ممكن نسمع مؤدب بصوت عالي احنا تو قلت لها انت الاولى بتاعتك ما هي ديما الاولى في التجربه دي ديما الاولى في التجربه قلت لها انت حطيتيهم على الحاجات اللي تبي ان انت تقدميهم او لا 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 ما حطيتها فلو انا كانت الاولى يمكن ان هي تجي رطبه او شيء لان ديما هو شوفي هم على فكره الاغلب الامهات سخنوا العسل والدبله سخونه وعسلها هي سخونه هي سخونه فطبيعي جدا وحطوهم جنب بعض فطبيعي جدا في واحده حتجي كويسه وفي واحده حتندي منه مش كويسه هذا الطبيعي هم ممكن ما يركزوش في الحاجه هي انهم مستعجلين بس الاغلب ان هم كملوا قبل بوقت يعني بدا خاصه اليوم وهذه ميزه هذه ميزه بس في حاجات طبعا لا انا استغربت انها ثلاثه اربعه اربعه بعدين خلاص يلا واحد انا واحد ثلاثه 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 اطول الصف كل واحد المذاق بهيك احنا تقريبا حسمت النتيجه بالاضافه الى تحكيم انا واستاذ خالد وديما هو اللي يغير في الحسبه اللي انتم دايرين احنا وصلنا للحظه اعلان النتائج وصلنا للحظه اعلان النتائج وزي العاده الظرف عندك استاذ خالد الظرف عندي الظرف عندي لكن قبل ما نعطي الظرف صراحة عندي منقول هيك شوية تفضل زي ما قال الحجاز زمان رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها المهم أول حاجة والله يعني بصراحة أنا نشكر العائلات المساعدة اللي خشوا وساعدوا أكيد واللي ساهموا بشكل كبير في نجاح اللي احنا هي مش حاجة كبيرة ولكن صح عليهم ساعدوا ساعدوا بكل وروحهم كانت حلوة وروحهم كانت قنينة على ومنورين الاستوديو ما شاء الله اليوم وامهاتنا حتى هم اعطيهم الصحة طبعا عزيزنا وامهاتنا ما نحكيش عليهم لان هم هذا هم اللي جابوا هم هادو نوارة البرنامج هادو نوارة البرنامج طبعا اكيد اكيد بالضبط خصوصا اللي جايبه مع الشيخ ولا يعني لا عاش بقول تعرفين نحبوا يعني نضحكوا ونمرحوا معلش لا لا بجد اليوم مساعدات انسونا فرحنا هلبة بشوفتكم بنات كانت روحكم حلوة الحلو ان هم جايين يبوا يساعدوا وعارفين ان هم بس جايين للمساعدة هذه تكفي اعتقد بارك الله فيكم اعطيكم الصحة شكرا على الروح المعنوية فرحنا بشوفتكم انا مبسوطة اني شفتكم مش اكثر من بارك الله فيكم بالرغم انه غدرتونا بكري بكري ولكن الحمد لله شفناكم كل شيء نصيب ولقيناكم تاني من جديد حتى المشاهدين ما كانوش يتوقعوكم انتم تتولوا لكن ما شاء الله قدامنا كده فرحانين بيها توه معنا ليكم كانت روحهم رياضيه مميزين والله وعندكم روح ما شاء الله حلوه 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 والحاجه الجميله اللي اليوم شفناها انا شفنا الجيل الجديد والجيل القديم في المطبخ انا توقعت نشوف عركات في المطبخ لكن لقيت الدنيا كلها رايقه الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله بالرغم معنا ما شاء الله كلكم بالذات اللي قاعدوا معنا شفنا التفركيس وشفنا الحوسه وشفنا بلب 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 بلب
وشفنا العراق وشفنا السخان وشفنا كل شيء، حتى سيارة الإسعاف جبناه والمطافي جبناه وكله جبناه استعدادا لنا. تعرف كان واحد يدخل يقول لي منكم سمسي من تفاعل جميل. هيا يا سيدي خشوا توا في القوي توا قبل ما تكشف نتائجك. لحظة مش كاشف، لا مش كاشف، لحظة خلينا نذكروا بالجوائز. عندنا 20,000 دينار كاش مقدمة من شركة الآثار الأثاث، أيضا عندنا شاشة 75 بوصة مقدمة من شركة البديل، بالإضافة إلى آيفون 13 برو مقدم أيضا من شركة البديل، عندنا 10,000 دينار كاش مقدمة من قناة ليبيا الأحرار، وعندنا 10 جوائز مقدمة من شركة جيجا، 9 طبعا راح يكون اشتراكهم لمدة 6 شهور شامل التركيب، وهدية للرابحة أو العيلة اللي رح تاخذ لقب عائلتنا أقوى اشتراك لمدة سنة مع التركيب. نشكر أيضا رعاة البرنامج اللي هم رعاة النقل الجوي شركة البراق، وأيضا النقل البري شركة السهم، والشكر طبعا الكبير للراعي الدائم لهالبرنامج هو شركة هومر. طبعا جاء وقت الحساب. شكرا عشرين أستاذ خالد، واحدة واحدة عليه. والله أول مرة أشوفه من هم ومرة شوفهم. النتيجة هي أول مرة نشوفهم يعني. الله ترى شوف أنا يستر الله. لا الظرف خليه عندك ما نبيش يعني. خلينا نشوف. الله يا أول مرة نصير حقيقة يعني. في رقم يا شباب أول مرة نشوفه. لا لا والله صح. في رقم لأول مرة يتحقق. ما شفناش في الموسم الأول وتو الحمد لله شفناه في الموسم الثاني. الله تكوني إنتي يا رب. في رقم فوق أول مرة وفي رقم لوطة. مش معروف عاد فوق ولا لوطة، الله أعلم. فرق كبير ما بين الأول والأخير. خلوني خلينا نفرحهم أستاذ خالد. أول مرة حد من عائلاتنا ياخذ الدرجة النهائية اللي هي من 25، يعني العائلة هذه ما نقصتهاش ولا حتى نص درجة اليوم. صراحة أنا نهنيهم. ممكن نهنيهم أول مرة نشوفوه في الحلقة هذه، ودي يعطيكم الصحة. لكن أنا حسيت إن في عنصر مساعد. هو طبعاً العنصر المساعد هذا ما عندنا منقول هذا حاجة أساسية يعني. إيه والله. اللي تعتبر الأقوى اليوم واللي راح ينتقلوا معانا للحلقة الأخيرة عائلة عون. عائلة عون. مبروك فعلا وفاء. مبروك ألف 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 مبروك. طبعا وفاء ما تنسوش وفاء. لا لا ألف ألف مبروك. وجه خير ويديات ما شاء الله. سلمها يا ربي. خيرك يا ابتسام. عشان درست موفقه ان شاء الله. فعلا لولا وفاء ما كانش اكتمل الرقم هذا. موفقه. اعطيكم صدقه وفاء يعني. لاول مره اخش عليها واول مره نديرها. قدره قادر و... العفو يا عمري. العفو العفو العفو. ضمير بصراحه بيني كلنا عيله وحده. وفاء هلبه هلبه وفاء اليوم ان شاء الله يبارك. من غادي كل مره نشوف وفاء تتنقل لطاوله بتحاول تحتمد منا. الله يبارك. اليوم طلعت بروفيسورة المطبخ كلها وفاء. والله بركه فيكم. بارك الله فيكم. لا لا نشكرك هلبه. العفو العفو. الف الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك حبيبتي. خلينا نفرحوا العيله. خلينا نمشي للعائله الثانيه. خلينا نفرحوا العائله الثانيه. هاي العائلة اللي راح تنتقل معانا للحلقة الأخيرة من هذا الموسم إن شاء الله. إن شاء الله. برصيد درجات. مش راح نسمي درجات. لأن هم حاسبين. حاسبين عدينا والله بال. العائلة اللي راح تمشي معانا لآخر حلقة وراح يخوضوا معانا آخر تحدي. عائلة المنقوش. الحلو في الموضوع ان ماما تحب حد هادي في المطبخ. جتها هبه هاديه. ما انتوا ماما يعني على قياس النيه. ايوه على قياس النيه جتها.
اساسا امك ما سمعتش ملاحظاتك اليوم بكر. انا ايه انا فعلا وهي فعال لدرجه ما اخذت كرسي وقع عنده. انا هي خلاص ولد بنتي وانت خلاص بعتك اوجعتك بنيه يعني حصلت بنيه ثانيه رابعه ما شاء الله الله يبارك. نمشي غرت غرت ونفرحوا عائله ثانيه العائله الثالثه. وللأسف اليوم كان فارق الدرجات بسيط جداً ما بين العائلة اللي راح تتأهل الحلقة الجاي وما بين العائلة اللي راح تغادرنا للأسف. للأسف الشديد يعني هي يعني ما كانتش الفرق للأسف درجة واحدة درجة واحدة درجة واحدة. لو أنا كنت العائلة هادي ونسمع على الدرجة ما نفرحش. هو فرق واحد ما بين العائلة اللي بتطلع والعائلة اللي توها بتقعد معانا درجة واحدة. لو كنت أنا العائلة هادي ما نفرحش يعني أنا للأسف احنا في كل نهاية حلقة ما تعتقدوش أن الموضوع سهل بالنسبة لنا نحن نودع عائلة. لا والله صعب صعب جدا وخاصة نحن وصلنا النهائيات يعني تقريبا التيم اللي قدامنا تعودوا علينا تعودنا عليهم تعلقنا بهم صح. يعني الموضوع تقريبا أصعب لنا احنا أكثر منكم أنتم يعني صح. رح نحسوا بفراغ بس للأسف شروط البرنامج في النهاية لعبة. لا. هي لعبة صح. خلونا نفرحوا العائلة اللي راح تمشي معانا للحلقة الأخيرة. وزي ما قلت رصيد الدرجات الفرق بس درجة واحدة بينهم وبين العائلة اللي راح تغادرنا اليوم. أيه. العائلة اللي راح تمشي معانا للحلقة الأخيرة برصيد درجات 12 درجة. عائلة البشتي. لطفك يا ربي لطفك لطفك يا ربي لطفك يا ربي الله يا ربي. أهم شيء وصلت نهاية قلبي صغير يتحمل طبعا دموع الفرحة أنتوا تعرفوا دموع الفرحة. الحمد لله الحمد لله يا بنتي الحمد لله. العائلة اللي راح تغادرنا اليوم يستمرت معانا من أول حلقة واللي كان حضورهم مميز بصراحة ومن أقوى العائلات اللي حافظوا على مستواهم في كل الحلقات اللي فاتوا. يلا نكشف عائلة البشتي نرجع نسحبوا هاي عائلة المنقوش نسحبوا هاي عائلة عون لا محظوظين عائلة عون بشكل سريع عادي عائلة القمود عائلة القمودي وهنا القمودي عائلة القمودي من القمودي مني نقدر بس نسحبه بشكل سريع عائلة القمودي وكان رصيد درجاتهم في كل الحلقات اللي فاتوا رصيد قوي رصيد قوي تحصلين على الحصانة وهم العائلة اللي أخذت الحصانة وتشبتوا نيروز المتسابقة المتميزة بحضورها طوال حلقات الموسم الثاني كانت الأخية الحنينة لزميلاتها في أوقات وأوقات أخرى تمر عليها بينت فيها قسوتها على نفسها وعلى غيرها لكن هذا يدل على درجة تحملها للمسؤولية في حياتها ذات الرياح بما لا يفهم نيروز نسمع منك كلمة مش زعلانة رغم إن في الحلقات اللي فاتت بكيت وصافية وكنت هو يعني أمي هي اللي علمتني مش أنا اللي علمتها كنت فخورة بها كنت فخورة بالأمهات أنا لولا أمي ما كنتش نوقف في المطبخ وندير ممكن اليوم أسوأ تيم من ناحية العمر من النظرة الأولى لما شفت إن التيم من العقل إنه حيكون أسوأ طبق مصدومة صراحة ما عنديش بنقول هذه مسألة حظ وتجربة حلوة درتها مصدومة لو جت مني أنا ممكن كنت بكيت بس جت من الأم فهذا شيء كبير أنا ما بيش نزعل أمي ولا ننزل دموعي ولكن أنا نحب نشكرها
رغم تعب السفر وتعب تعب السفر، تحملت معاي عناء السفر وما تقدرش ورجلها كانت مكسورة، بس رغم هذا إن هي تاج فوق راسي هي والوالد وأهلي، فأنا ما نحباش تزعل لأن أنا نص زعلانة، وحظ أوفر أنا قاومت، يعني قاومت 8 حلقات، وهي واثقة في طبخي. فاليوم هي ممكن 10 سنوات التابتات ما خشتش للمطبخ في الحاجات، هي فوق الخمسة يعني بناتها كبروا كنات أو أحفاد، فالحاجات هم يديروا فيها الكناين، يديروا فيها البنات، يديروا الأم صعب، أمي أكبر وحدة في الأمهات، وكوكا أصغر وحدة في المساعدات، فهو التيم من العين ما تركبش، من العين مش راكبة، أنا من نامتة ومقعمزة غادي على أعصابي، التيم مش راكب. ولكن رغم هذا أنا من هنا نحب نشكر وفاء وخالتي ابتسام وسناء، إن هم حتى لما مقعمزة وكوكا طبعا حبيبتي وأختي وبنتي باهي، إن هم لما مقعمزة خلص حسيت بهدوء وكأن أنا موجودة بالمطبخ جنب ماما أخواتي، فمش زعلانة. حظ أوفر للجميع، كنت نتمنى إن ننافس في الحلقة النهائية، ولكن هذا نظام البرنامج والله غالب. تحية لأسف جمودي قبل ما تودعنا، فعلا بقول لهم والله أنتم مثال للعائلة المثابرة يعني، وحلو الكلام اللي سمعناه جنين. أنا نشوف في نيروز مش خاسرة يعني، العكس تماما، كثير رابحة هيك. أنا أشوف في نيروز رابحة، يكفي إن هي من أول يوم حافظت على مستواها للحلقة الثامنة، وهذا تقريبا أقوى المنافسين كانت، ما صارش في الحلقة لا في السيزون اللي فات ولا في السيزون هذا إلا معاكم أنتوا، وهذا بروحه يعتبر نجاح. الحمد لله. الحمد لله. يعني ما فيش أي كلام يعبر يعني نيروز. ما تركزيش على النتيجة والأرقام والكذا. أنا مش بركز على النتيجة، لو أنا الطبق قدرت أنا ممكن زعلت في الحلقات اللي فاتوا وبكيت، لأن أنا حلوم نفسي أنا، ولكن ابدا ولا يمكن انني حلوم امي، ولو حتى دارت اقل ولا جابت واحد من الجميع، ولا حتى ما قلتش هي وكوكا الزوز مش حلومهم، لان التيم كان من السن الكبير الكبير والسن الصغير الصغير، مش حلومهم بصراحه، ولكن هم داروا اللي عليهم، وانا الزوز فرحانه بيهم ومفتخره بيهم الزوز، مش زعلانه. اكثر حلقه صح ان انا طلعت في لكن مش زعلانه، جت من امي وكوكا على راسي من فوق. حلو. طبعا الكلام الاخير للكرام. احنا طبعا انتم عارفين من شروط المسابقه ان احنا مستحيل نلعبوا 3 مطابخ، لازم 4 مطابخ فيهم متنافسين. بما ان احنا العيله اللي مفروض تكون الاقرب ان هي تكون موجوده في حلقه الفاينل بناء على تحدي اليوم، هي العيلة اللي كانت مساعدة للفريق الفائز واللي خلاهم يسكروا الدرجات، عيلة العلاقي. عيلة العلاقي. الرياضية اللي شفناها اليوم في التحدي، سواء كان في التحدي سواء كان في إعلان النتائج، نختم حلقتنا لليوم. ملتقانا يتجدد بكم في الحلقة الأخيرة والختامية من هذا الموسم، خلوكم في المتابعة، دمتم في أمان الله. فدوى، نرجس، مودة ووفاء هم المشتركات اللي يتنافسوا على لقب عيلتنا أقوى. أنا ما نحبش حد من يخش معي، لكن هذا سهل يعني عادي. تحصلوا على دعم المتسابقات اللي ما حالفهمش الحظ، لكن
واجهوا صعوبات أثناء مرحلة التذوق. نرجس خارك مصدومة. يبدو أنهم اتفقوا حتى على وفاء بسبب شافوا طاجيني متأكدة والله الكل يا ترى من اللي حتتحصل على اللقب؟ العيلة هذه عيلة. تابعوا أقوى حلقات الموسم، الحلقة الأخيرة من برنامج عيلتنا أقوى. على السلامة.